الصيام ومرض الأنيميا، هل مسموح طبيا بصيام مريض الأنيميا؟ الصيام ومريض أنيميا نقص الحديد، وما هي الأطعمة التي يأكلها مريض الأنيميا في فترات الفطار أثناء الصيام؟ وما هي العادات التي يجب أن يتبعها مريض الأنيميا وهو صائم؟ ويعمل إيه مريض الأنيميا في شهر رمضان؟ موضوع مهم جدا، واعتقد ان لو حد عنده انيميا هيبقى مفيد جدا للفيديو ده، ولو انتم مهتمين بيه تعالوا كده نبدا الحلقه. ورجعنا لكم تاني، معكم دكتور ماجد المنقباري، قناه طب وتنميه بشريه، اخوكم باكوس طب عين شمس 91 ميستين من المانيا 99. لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره ما تنسوش ان انتم تعملوا اشتراك في القناه، ويا ريت يا جماعه تنشروا الفيديوهات دي لو انتم فعلا مهتمين بالمعلومات الطبيه من اجل صحتكم وصحه اسركم. ادخل في الموضوع تاثير الصيام على مريض الانيميا. الحقيقه يا جماعه، واحنا عملنا حلقات قبل كده في الموضوع ده، ان الانيميا دي انواع. هنركز في الفيديو ده على انيميا نقص الحديد اللي هي اكثر الانواع شيوعا. في طبعا انواع تانيه كتير من الانيميا، لكن مش هو ده موضوع الحلقه. بالنسبة لتأثير الصيام على مريض أنيميا نقص الحديد، ده بيختلف درجة ومستوى الأنيميا، بمعنى إن الهيموجلوبين الطبيعي في السيدات من 12 إلى 16، وفي الرجال من 13.5 ل 18.5 تقريبا. خطورة الصوم إذا كان مستوى الهيموجلوبين أقل من 6، يعني لو واحد عنده هيموجلوبين مثلا 8 9 يصوم، أقل من 6 بنحذر المريض طبيا من الصيام، ولازم ان هو يتعالج الاول ويتعمل له نقل دم وبعد كده يصوم براحته بقى. اذا كان هو محتاج دم اصومه. اذا كان مستوى الهيموجلوبين بقى من 6 ل 9، فدي بنسميها انيميا متوسطه. اذا كانت لسه حاصله قريب خالص، يعني حصل نزيف مثلا تسبب في الانيميا، ما ننصحش بالصيام. لكن لو كانت هي انيميا مزمنه شويه وبياخد لها علاج، ممكن جدا يصوم مع اخذ الدواء، لان لو بتحصل وتبقى حاده ده بيكون مريض في حاله مجهد جدا، عكس المزمنه اللي هي مصاب بيها المريض من فتره طويله، ان الجسم ابتدى يتعود عليها وتاقلم معاها وممكن الواحد يصوم. لكن لو من 6 يبقى هقولها تاني، اقل من 6 ما يصومش خالص، من 6 ل 9 لو انيميا حاده ومفاجاه ما يصومش، لو انيميا مزمنه ممكن يصوم، اكتر من 9 طبعا ممكن جدا يصوم وياخد علاج رغم ان هو عنده انيميا. نمره واحد ان احنا نظبط الادويه مع الدكتور. تاثير الصيام بقى ومشكله الصيام بيزود من ظهور الاعراض والاجهاد. لذلك ننصح باهميه المواظبه على العلاج واستشاره الطبيب المعالج لتعديل مواعيد الجرعات. يعني ايه؟ يعني كنت بس بتاخد الدواء فطار غدا عشاء، فتيجي في ايام رمضان تاخده بعد الافطار وتاخده بعد السحور، يفلت منك مره. لا، احنا عايزين كمان مره في النص تاكل معاها حاجه خفيفه، تاكل الساعه 10 11 بالليل وجبه عشاء، يبقى عندنا افطار وعندنا عشاء وعندنا سحور، ثلاث وجبات، يبقى تاخد الثلاث ادويه. نمره 2، شرب سوائل كتير جدا، وده مهم جدا. لازم نشرب في الشتاء لغايه 3 لتر ايام الصيام و4 لتر في الصيف، واحنا نحاول نقسمهم. يعني مثلا بعد ما تدفع رمضان تشرب ازازه، تشرب نص ازازه، المهم انك لغايه فتره الامساك تشرب 3 لتر او 4 لتر في اليوم، لان ده هيساعد على زياده حجم الدم. نمره 3، بنحذر من بذل اي مجهود كبير قبل الافطار لتجنب التعرض للاجهاد والاعياء. يعني الواحد ما يرهقش نفسه كتير فترة الصيام، لأن كمان هو الدم بتاعه قليل أصلا فمحتاج أكسجين، فإحنا خلايا الدم الحمراء دي يا جماعة تحمل الأكسجين لكل الجسم. طب لو الشغالة اللي هي بتحمل الأكسجين مش موجودة بكثرة، فالواحد بيتعب أكتر ويحصل له إجهاد أكتر. نمرة 4، ناكل فورا بمجرد ما تنتهي فترة الصيام. أول ما المدفع يفطر كل على طول عشان تعوض جسمك بعنصر الحديد ونزود. طبعا عملت حلقه عن الحاجات اللي فيها حديد والانيميا، احط لكم الرابط بتاعها. لكن طبعا احنا في رمضان كده كده بتاكل تمر، زود من عصير التفاح، زود من عصير الرمان،
والحاجات الغنيه بفيتامين سي، وده عملنا لها حلقه لوحدها الحاجات اللي فيها فيتامين سي. زود من الفلفل الاحمر، زود من الطماطم، زود من الجوافه، زود من البنجر الاحمر ومعظم الفواكه والخضروات. وكمان اكل اللحوم طبعا والدواجن والاسماك. يبقى احنا كده زودنا كميه كبيره جدا بعد المدفع، مش كميه في الاكل يعني الاكل يبقى كتير قوي، لا الانواع اللي موجوده يبقى فيها حديد. نمره خمسة في السحور، نحاول ان انا ابعد مده السحور تبقى متاخره شويه، وياريت نستخدم حاجات في السحور برضو فيها فيتامين سي، وبنزود كمان عسل اسود وزبادي فتره السحور، لان العسل الاسود مليان، يعني لو تاكل زبادي في السحور حط لها عسل اسود، لان العسل الاسود فيه نسبه حديد كويسه جدا، ده هيرفع نسبه الحديد ويقلل من ظهور اعراض الانيميا اثناء نهار رمضان. ما بنحبسش ان احنا نعتمد على الباذنجان والسبانخ لان فيهم نسبه اوكسالات، يعني هم هيحلوا لنا مشكله الانيميا شويه لكن نسبه الاوكسالات هتزيد، نسبه الاوكسالات هتزيد عامل لنا مشاكل وحصوات في الكلى او كده، ويبقى المريض صلحنا له الانيميا بس تعبنا له الكلى، ودي بتختلف من شخص لاخر. وطبعا لو حد عنده مشاكل في الكلى يبقى اول الناس اللي احنا نهتم بيهم. كمان في خطوره شديده لو مريض الانيميا ده عنده حاجات تاني خطر، يعني عنده ضغط منخفض جدا، او عنده سكر، او عنده نقرس وارتفاع في حمض اليوريك. عشان كده لازم نستشير الطبيب لو في اعراض تانية ومشاكل تانية قبل فترة الصيام. نمرة ستة النوم. النوم مهم جدا بالذات في فترة الصيام لان ده بيريحنا كتير جدا. نمرة سبعة تجنب الكافيين. الكافيين بيقلل من امتصاص الجسم للحديد حتى في اللحوم البروتينية، وده ثبت علميا، وحتى في البروتين النباتي، يعني في البروتين النباتي معروف. طب نشرب ايه؟ تشرب خروب، تشرب كركديه، تشرب عناب، ونقلل السكر على قد ما نقدر. الشاي الاخضر مهم جدا، وخلي يعني لو انت مدمنين القهوة هو فنجان قهوة صغير خالص كده طول فترة الفطار. كمان الليمون، شرب الليمون بيزود امتصاص الحديد، وعصير الليمون من الحاجات الممتازة اللي هتحل لنا مشكلتين، مشكلة نمرة خمسة بتاعت الامتصاص ومشكلة نمرة سبعة بتاعت الكافيين. دول كانوا أهم سبع نقط لازم يراعيهم مريض الأنيميا. أتمنى أكون أفدتكم، ياريت لو أنتوا تشتركوا في القناة وتنشروا الفيديو ده، لو هتعرف حد عنده أنيميا ابعتهوله. عندنا خاصيتين لتشجيع القناة، واحدة اسمها جوين واحدة اسمها تشكرات، ياريت تشرفونا بأي تشجيع للقناة، ده بيرفع من حالتنا المعنوية فقط يعني. مستني أسئلتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.